المرحلة الأولى من الانتخابات خلصت، خلصت بسلام، خلصت من غير مشاكل أمنية، خلصت بنتائج محبطة لكثير من الناس أو لبعض من الناس، عشان الأغلبية أكيد هم اللي اختاروا النتيجة، ولكن في الآخر نقدر نقول عملية انتخابية، عملية ديمقراطية بنمارسها لأول مرة وسعداء إن احنا بنشارك فيها. ما بين سلبيات المرحلة الأولى وإيجابياتها خلونا نتناقش عشان نعرف مصر رايحة فين في المرحلتين اللي جايين، المرحلة الثانية والثالثة. الثانية هتبتدي خلاص يوم الأربعاء القادم. خلونا نتكلم في تفاصيل الانتخابات مع ضيفنا اللي بينورنا في الاستوديو، الاستاذ طلعت اسماعيل، وهو نائب رئيس تحرير جريده المشهد الالكترونيه. نهارك سعيد يا فندم. صباح الخير استاذ طلعت. والحقيقه امبارح تم اعلان نتائج المرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه. خلينا نعرف من حضرتك النتيجه. اكيد طبعا احنا بنطالب بديمقراطيه فلازم نتقبل النتيجه مهما كانت، ولكن تتوقع النتيجه دي كانت نتيجه ايه؟ بداية يعني كثير من الناس يعني ربما يكونوا منزعجين بالفوز الكاسح اللي حققه التيار الإسلامي أو كده، وربما يكون البعض يعني واهما أنه هم نزلوا من كوكب آخر وأنهم مش موجودين على الأرض الواقع. لكن حقيقة الأمر أن الإسلاميين وخاصة يعني الإخوان المسلمين وزراعهم السياسي الآن حزب الحرية والعدالة يعني تعبير عن صراع طويل جدا أو تواجد طويل جدا أكثر من 80 سنة في المجتمع المصري. ربما يكون صعودهم في الانتخابات لعوامل كثيرة جدا، يعني احنا التأخر في إجراء الانتخابات ممكن يكون سبب من الأسباب. يعني الناس فترت بعد مرور أكثر من 10 أشهر على 25 يناير، فبالتالي القوى الثورية أو القوى في ارتكاب لبعض الأخطاء ادت فرصة للقوى التقليدية أو القديمة أنها تكون أكثر ترتيبا. وإحنا بنتكلم عن جماعة سياسية منظمة لفترات طويلة جدا وقدرت أنها تتخطى عقبات التهميش اللي كان بيتم مع الأحزاب التقليدية اللي كانت يعني البعض كان بيصفها بأنها مجرد ديكور للنظام السابق. وبالتالي أنه النتائج اللي الناس ربما البعض منزعج منها هي تعبير عن حالة حراك في المجتمع وحالة تواجد لقوى سياسية استطاعت أنها تستغل اللحظة التاريخية اللي احنا بنمر بيها، استخدام بعض الشعارات، استخدام بعض الخدمات، استخدام دعاية يعني نقدر نقول يعني. لكن في الآخر هم قدروا ينظموا نفسهم وقدروا يستغلوا اللحظة، في حين أن قوة أخرى مفترض كانت يعني كنا آملين في أنها توازن الكفة كانت يعني أقل مما كنا نتوقع، وخاصة أنا بتكلم هنا على القوى الليبرالية والقوى اليسارية. طيب بس أستاذ طلعت خليني أخذ من جملة حضرتك، حضرتك قلت تأخر الانتخابات 10 شهور، لا القوى الليبرالية والقوى السياسية المختلفة بالعكس كانت بتطالب بمد يعني بعطاهم مهلة أكتر وفرصة أكتر إن هم يلحقوا ينظموا نفسهم بالمقارنة بالتيار المنظم كده كده. يعني هو أنا ما أعتقدش إن هو بقى أكثر تنظيما، بس الوقت كان يمكن، أنا بتكلم بصيغة الليبراليين يعني حاليا، الوقت ما ادهمش فرصة ان هم يلحقوا ينظموا نفسهم، مع العلم كمان ان في بعض الحاجات اللي عطلت كمان ان هم يشتغلوا على الدعايه الانتخابيه بتاعتهم، انه الدستور اولا والانتخابات اولا، فضلنا فتره في ده. وبعدين في بعضهم علق حملاته الانتخابيه في الفتره الاخيره بسبب احداث محمد محمود، في الوقت اللي كانوا الاخوان المسلمين شغالين زي الفل في انتخاباتهم، مع ما خدوش موقف سياسي مع الشهداء اللي بتموت في محمد محمود. يعني كل دي مؤشرات انا شايف انها ممكن تكون بتضر اكتر على المستوى السياسي الاخوان المسلمين، بس على مستوى الارض والواقع هي فادتهم جدا. يعني احنا عايزين برضو نقول حكاية انه القوى الليبرالية والقوى اليسارية اللي قعدت منغمسة في الانتخابات الاول ولا الدستور الاول ثم انه عايزة تطول المدة ودعا البعض يعني صراحة يعني البعض دعا ان احنا نأجل لسنتين ونخلي المجلس العسكري لسنتين قدام يعني، لكن ده كله كان انا من وجهة نظري انه دي يعني كانت تكتيكات خاطئة لإدت فرصة للقوى الاخرى انها يعني تستمر في دعايتها وفي عملها المنظم وتستعد اكتر ومركزه في حاجات تانية اكتر. ده بلا شك هو ده اللي تم، وده اللي احنا لمسناه في الاخر حقيقي. يعني احنا بنتكلم على انه والله لو كان اديناهم مده ربما كان الاخرين استغلوا المده احسن واكتر، لان برضو الى حد ما في انجاز في ولو في فتره قليله، بس برضو حصلوا على عدد اصوات يعني مش وحشه، ما نقدرش نقول عليها ان هي يعني هو مش وحشه، مش نظريه وحش وحلو، نظريه انه
يعني هل الكفة متعادلة؟ هل القوى اللي هي داخل البرلمان؟ هل الناس اللي هتصنع الدستور؟ هل الناس اللي هتصنع سياسة مصر في يعني لمدة سنوات طويلة بعد حقبة يعني احنا كنا معانين منها، هل فيها نوع من التوازن؟ هل في يعني قدرات تقدر تؤثر يمينا ويسارا ووسطا؟ لا، احنا الان دلوقتي في اتجاه اذا استمر الشكل كما النتائج كما تمت في المرحله الاولى، لو استمرنا على نفس الوتيره نحن امام يعني كفه غير معدوله او غير متزنه. فيش يعني كفه تانية اصلا، ما عندناش كفه يعني ما فيش يعني لما نتكلم عن نسب قد تصل الى 65% يعني خلاص، يعني يبقى في قوه يعني قادره على انها تصنع القوانين اللي هي عاوزاها للتوجه اللي هي عاوزاه وكده، يعني غير لو كانت يعني ربما النتائج بتاعه قوى الليبراليه واليسار افضل شويه كان هيبقى في نوع من المعارضه القويه او نوع من يعني الشراكه اللي تعمل نوع من التوازن في المجتمع. طيب بس استاذ طلعت، يعني ناس كتيره كانت متوقعه فوز او عدد اصوات كبير لزراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين، زي ما حضرتك قلت هم فعليا بقى لهم كذا سنه بيشتغلوا سياسه يعني او من تحت الارض ومحظوره وهم دلوقتي اللي على الوش وكل حاجه، بس الصدمه جايه من فوز السلفيين. يعني محدش فاهم ازاي خدوا النسبه دي، نسبه كبيره تكاد تكون متقاربه مع اللي خدته التيارات الليبراليه والتيارات اليساريه والنصريه بفئتها. يعني انا اقول يعني ده يرجع لانه في نوع من الشعار الديني تم استخدامه. هذا الشعار ربما يكون حتى الحريه والعداله استخدمه في بعض الاحيان لكنه كان باستخدام ذكي، لكن القوى السلفيه بتستخدمه بشكل مباشر، يعني اذا انت رايح تختار ربنا. ففي ظل مجتمع وعيه محدود جدا، في ظل مجتمع يعني الأمية فيه مستشرية، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هم بيلعبوا عليها بشكل جيد جدا، هم جايين أيضا من قاع المجتمع يعني ملتصقين التصاق كبير جدا بالقوى المهمشة والقوى الفقيرة في المجتمع، فبالتالي في لغة وفي خطاب يعني مشترك بينهم يستطيع أن هو يكون مؤثر ويعطي هذه النسبة. ربما تكون النسبة طبعا مفاجأة لحتى لقوى التيار الديني نفسه، يعني جماعة الإخوان المسلمين نفسها ممكن تكون مفاجأة بأن السلفيين على هذا النحو على هذه القوة. يعني فهم تعبير عن مرحلة احنا بنعيشها دلوقتي ولابد ان احنا نعترف بيها ان هم قدروا يستغلوها وقدروا يوصلوا للنتائج اللي هم حققوها. ايا كان سواء فاجئتنا ما فاجئتناش، لكن خلينا نشوف نتقبل الواقع اذا كنا بنتكلم عن ديمقراطية حقيقية وهذا الصندوق، والناس متخوفة منهم ليه؟ لانه الانقلاب على الصندوق. اذا هم التزموا باللعبة الديمقراطية، انا ما شايف من وجهة نظري ان في مخاوف، يعني ان احنا هنخاف ليه؟ خلاص الصندوق هيجي كل شيء سيتم اكتشافه خلال الاربع سنين او الخمس سنين القادمات، فبالتالي نقدر نحكم ونقول والله ده مضر بيا، وربما يكون في ارهاصات يعني طبعا لهذا الكلام دلوقتي في قطاع السياحه، في شركات، في اصحاب مشروعات التصريحات الغريبه يعني ابتدوا يعني يتحدثوا عن انه ضرر الاقتصاد الوطني وضرر الاقتصاد القومي بين التصريحات، خاصه في السلفيين يعني اللي بيحرموا وبيمنعوا وكذا، وده قطاع مهم جدا. هم سيكتشفوا وسيصطدموا امام يعني ملايين البشر اللي عايشين على هذا القطاع، فبالتالي لن يستطيعوا هم يحافظوا على الواقع فبالتالي سنرتد مره اخرى اذا كان الصندوق حقيقه هو الفاصل والحكم. بيغيروا كلامهم كل شويه، يعني الاول كانوا ضد الصندوق وضد الديمقراطيه ودلوقتي بقى معايا علشان نتكلم عن قوانين، نتكلم عن حاجات بيتقال انها ما بتتنفذش ومش هتتنفذ دلوقتي وما تقلقوش ومش هيحصل. عامه احنا عرفنا الطريق برضو، يعني ما عنديش مشاكل خالص في اي حاجه الحقيقه. طيب خلينا نتفائل كده ونشوف المرحله اللي جايه بقى ممكن تبقى عامله ازاي. يعني خلصنا المرحله الاولى وخلصنا الاعاده وجوله الاعاده للمرحله الاولى، حضرتك شايف المرحلة اللي جاية عاملة ازاي والمرحلة التانية من الانتخابات البرلمانية ممكن تبقى عاملة ازاي؟ والله يعني انا عايز التفت للمرحلة الاولى كانت لسه بداية انتخابات ديمقراطية حقيقية بعد فترة طويلة جدا، من حتى يعني لو شفنا الصناديق تم تزويدها، يعني احنا كنا معتقدين ان عدد الناس موجودة على عدد الصناديق الموجودة في وزارة الداخلية، فاكتشفنا بعد كده اللجنة الانتخابية بتزود صناديق وكده. ففي الاقبال الكبير رغم بعض يعني الشوائب اللي حصلت وبعض المشاكل اللي حصلت، يعني تدينا يعني نوع من التفاؤل انه المرحلة الجاية هيكون يعني في نوع برضو من الادراك لأهمية الصوت و يعني وجدية التعامل مع المرحلة الانتخابية. ومن وجهة نظري وأتمنى وهذا ده أتمناه يعني أن يكون في وعي أزيد بمن أختار. ربما المرة الأولى الناس كانت لسه يعني بروفا
جنرال. أيوة. نحن الآن في يعني بروفة نهائية أو في عرض نهائي. فالناس تدرك خطورة أنها تمضي في اتجاه واحد. يعني أهمية أن الناس تكون واعية للتوازن بين القوة، وأنه مش بالضرورة أنا فلان الفلاني ده أكون بحبه 100%، لكنه هو يحقق نوع من المصلحة للبلد ككل، أن أنا ممكن أروح واصطف معاه. ممشيش وراء العواطف، ممشيش وراء الدعايات فقط، أنه يبقى فيه نوع من التقدير للحظة اللي احنا بنمر بيها، وأهمية الصوت، وأهمية أن أنا يعني أختار على أسس فيها المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة. فعلى هذا النحو أنا أتأمن أنه المرحلة الثانية تكون متجاوزة أخطاء المرحلة الأولى فيما يتعلق بالوعي الانتخابي ووعي اختيار الناخب أو اختيار القائمة اللي أنا هصوت لصالحها. بس كده ولا كمان على مستوى أنه من يخالف فعلا يشطب اسمه، يتم تطبيق القانون بشكل يعني اللي يخالف في قواعد الانتخابات يتشطب اسمه عشان يعني بعبرة. يعني احنا لو اتكلمنا عن بعض الأخطاء وبعض التجاوزات وعدم حسم اللجنة الانتخابية العليا، ها يعني احنا ندعو ونطالب أن يكون في حسم أكتر. يعني من يستخدم الشعارات الدينية، من يستخدم الرشا الانتخابية، من يستخدم يتجاوز داخل لجان الانتخابات، لابد أن يكون في هناك موقف، وموقف حاسم. يعني من الحكم الآن فيما يتعلق ده يستخدم الشعار وده ما يستخدمش الشعار؟ اللجنة العليا للانتخابات. اللجنة العليا للانتخابات تعمل صلاحياتها وتتخذ قرارات، ما تنتظرش للطعون ومش طعون. يعني بعض الاحيان يتحدثوا عن انه ده يحسمه الطعن، وبعض الاحيان انه النظام نوع من التوعية. خاصه وان احنا شفناه في المرحله الاولى، يعني شفناه في شفنا حاجات كتير طبعا جدا. طبعا طبعا احنا يعني شاهدنا في تجاوزات فعلا. أيوة. كان لابد يكون في هناك موقف حاسم معاها، لكن اللجنه الانتخابيه واضح انها يعني برضو يعني تضع في اعتبار الشعب يريد احيانا. فبالتالي بتكون اكثر يعني مرونه. لكن في المرحلة اللي جاية أنا أتمنى ونطالب، مش نتمنى، نطالب لأهلنا هذه حقوق، أن يكون هناك حسم حقيقي وموقف رادع لمن يخالف ومن يتجاوز. مش بس يا أستاذ سلعت في المرحلة اللي جاية، إحنا كمان عايزين نحاسب اللي عمله ده في المرحلة الأولى، مش بس في المرحلة الثانية. يعني كمان اللي حصل في المرحلة الأولى واللي تم رصده واللي تم تصويره والبلاغات اللي تقدمت في المخالفات وفي التجاوزات اللي حصلت في الأماكن الانتخابية وفي المدارس وفي كل الأماكن اللي شفناها، ده كمان لازم يتحاسب على ده أو يتم يعني التعامل معاه بأي شكل. لا، التجاوزات دي اللي تم فيها يعني نوع من البلاغات وكذا، نطالب أيضا بأن هو يتم النظر فيها يعني واتخاذ وتجربة دائرة الساحل تجربة إيجابية، إنها تجربة يعني كلها تتعاد. لو أنه يعني كان في نوع من الأخطاء يعني مش عايز نقول الكثيرة في هذه الدائرة بالتحديد، لأنه أن أنا ألغي قاضي يلغي الانتخابات، ثم تعود اللجنة الانتخابية اللجنة العليا أنها تعيد الفرز، ثم بعد إعادة الفرز والناس متوجهة لإدلاء بأصواتها يعني يتم الناس راحت إعادة يوم فعليا، يعني حكم قضائي يوقف يعني حتى اللجنة الانتخابية في التعامل مع الحكم الأول، لأن في حكمين، واحد من الإدارية وواحد من الإدارية العليا، يعني ما كانش في نوع من يعني الحزم أو لا نوع من الالتزام. يعني حتى في مجمع يعني قوى وحقوقية ومنظمات حقوقية لامت على اللجنة العليا للانتخابات إنها في الأول يطلع حكم بوقف الانتخابات، ثم لا ترفض لا إنها تتعامل معه لا ينفذ، وتنتظر مسودة الحكم، ثم بعد ذلك يأتي من المحكمة الإدارية العليا، وفي الوقت اللي الناس رايح على التصويت. يعني كان مشهد يعني عشان سيء يعني. عشان كده بنقول ان هي احنا في حاله تعلم كلنا بهيئاتنا المختلفه، لانه ما اعتقدش الهيئه العليا للانتخابات كان عليها هذا العبء في السنوات اللي قبل كده. يعني برضه هي عليها عبء كبير. صحيح. فاحنا بنتعلم وهنقبل، نرجو ان يعني نتجاوز اخطائنا في المرحله اللي جايه وفي كل المراحل اللي احنا هنعيشها بعد كده. خلينا نتكلم يا فندم.